السلام عليكم. الدوائر زي ما قلنا اللي احنا اتكلمنا عليها موجود فيها الحماية الكهربية طبعا والتحكم فيها بيكون عن طريق التحكم في إشارة تشغيل الكونتاكتورز. إذا احنا اللي احنا عايزين نعمله هنعمله عن طريق ايه؟ انا عايز الكونتاكتور ده يشتغل امتى؟ ماشي انا اوكي عند الموتور ده هشغله وافصله، بس هشغله امتى وافصله امتى؟ بناء على شروطي انا. انت عايز تشغل الموتور بتاع طولمبة، انا عايز اشغل الموتور بتاع بلاور، واحد تاني عايز يشغل الموتور بتاع مفرمه، واحد رابع عايز يشغل الموتور بتاع سير هينقل حاجه، واحد مش عارف عايز يشغل الموتور بتاع هيغلف حاجه بشريط هيعمل كذا. اذا الوظيفه هنا شروطها هتختلف من حاجه الى اخرى، وده اللي احنا بنحدده في ايه؟ في دايره التحكم بتاعتنا. اذا دايره التحكم بتاعتنا هيبقى فيها مو حاجات هنأكد تاني على انه دايرة التغذية الخاصة بدايرة الكنترول نعزلها عن الباور حتى ولو بسيركت بريكر لوحده، يبقى الكنترول نعزله عن ايه؟ والافضل انه يكون محول ان شاء الله 1 to 1 220 ل 220 ان شاء الله حتى 50 فولت امبير مفيش اي مشكلة، هتاخد الدخل هتطلعه على الخارج، ولكن انت هنا بتعمل عزل كامل لكل المشاكل اللي هتحصل في دايره الباور عن دايره ايه؟ الكنترول. تاني حاجه هنبدا نستعمل المفاتيح اللي احنا قلنا عليها امبارح، سواء كانت مفاتيح تشغيل او ايقاف او ايمرجنسي ستوب فاست ستوب او ليميت سويتشات او ريلي سويتش، ايا كان بقى ايا كان شكل المفاتيح هنبدأ نستعملها، وفي النهاية كل ده هيترجم لإيه؟ نقطة مساعدة. المفتاح هاخد منه إيه؟ كونتاكت، سواء أوبن أو كلوز. الإمرجنسي ستوب هاخد منه إيه؟ كونتاكت، سواء أوبن أو كلوز. الليمت سويتش هاخد منه إيه؟ كونتاكت، سواء أوبن أو أيا كان شكل اللي إحنا هنتعامل معاه من السويتشات للحماية أو الفصل والتوصيل هناخد منه نقطة سواء اوبن او كلوز. طيب هنحدد ازاي اللي احنا عايزين ننفذه؟ احنا عندنا حاجات بمنتهى البساطة اسمها عمليات منطقية. يعني ايه عمليات منطقية؟ عمليات منطقية عندنا حاجتين مهمين جدا. الحاجة الأولانية اللي هي التوصيل على التوالي. يعني أنا بقول لك إن أنت مثلا عشان تخش او تهاجر او تسافر للاتحاد الاوروبي لازم لك 14 شرط، اي واحد منهم فصل هيرفض لك الورق بتاعك. هنا لازم بقى يبقى ايه؟ يبقى معاك اقامه هناك وضمان من حد هنا ورصيد بنك وسبب مش عارف كذا وتذكره طيران ومش عارف، طالما قلت وي يبقى لازم الحاجات دي كلها تبقى ايه؟ متحققة. كل شرط من الشروط في عالم التحكم بتاعنا بنعبر عنه بنقطة، يا اما نقطة مفتوحة يا اما نقطة ايه؟ مقفولة. كلمة و يبقى كأن احنا بنحط كل الكلام ده توالي، يعني ورا بعضه زي الشكل اللي قدام مننا. الشكل اللي قدام مننا موجود فيه نقطة من كيو 2. هنتعود دايما بقى على انه كلمة كيو رمز الايه؟ لقاطع، لسيركت بريكر. كيو رمز الايه؟ لقاطع، مش سيرمان. كيو رمز الايه؟ لقاطع. والاف رمز يا اما لفيوز او سيرمان. ماشي؟ الاف دايما هتبقى رمز يا اما فيوز يا اما ايه؟ الناس كتير جدا بتستعملها سيرمان. والاس الناس بتستعمله لايه؟ لمفتاح، او ناس بتستعمل بي بي بوش بوتون او بوش بوتون. فعندنا هنا موجود اداه سيركت بريكر عادي اللي هو كيو، وثيرمال بريكر بعد منه اللي هو برضو كيو ولكن ثيرمال اللي عليه المستطيل الاسود اللي متظلل ده، وعندنا كمان كونتاكت نورمال كلوز من بوش بوتون، وفي عندها كمان سيريز معاها او توالي معاها نقطة مفتوحة من مفتاح تاني، وعندها نقطة مغلقة من
ريلي او كونتاكتور واتيفر، كل دول متوصلين مع بعض ايه؟ يعني لازم الحاجات دي كلها عشان الكهرباء تمشي من فوق لتحت لازم يحصل ايه؟ لازم كل النقط دي تبقى مقفوله، كلها لازم تبقى مقفوله عشان الكهرباء. ولذلك طالما قلت كلها يبقى هنا العمليه اسمها ايه؟ توالي، او زي ما احنا بنقول عليه في عالم المنطق اند، عمليه اسمها عمليه ايه؟ اند و، يعني بالعربي و. يبقى لازم ده وده 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 عشان النتيجه تطلع عندي. طب الكلام ده مناسب في ايه؟ مناسب في عمليات الحمايه وشروط الايقاف بتاعت المكن. يعني انا ممكن يبقى عندي 10 حمايات لحاجه معينه، الموتور، ال10 حمايات لازم احطهم مع بعض ايه؟ توالي ورا مع بعض، بحيث انه اي حمايه تفصل. يعني عندي موتور عنده حمايه اوفرلود، وعنده حمايه سيركت بريكر ثيرما، وعنده حمايه ليميت سويتش، وعنده حمايه نقول ايه؟ انترلوك مع موتور تاني. دي كلمه جديده، انترلوك يعني مانع تشغيل حاجتين في نفس الوقت، يا ده يشتغل يا ده يشتغل، يا اما افتح الباب يا اما اقفله. فانا عامل اثنين كونتاكت، واحد يفتح الباب وواحد يقفله، فما ينفعش ان الاثنين يشتغلوا في نفس الوقت. فبنعمل حاجه اسمها ايه؟ انترلوك. لو ده اشتغل يمنع الثاني انه يشتغل، ولو ده اشتغل يمنع الثاني انه يشتغل. فممكن يبقى فيه انترلوك، وممكن يبقى فيه ايمرجنسي، اثنين ثلاثه. ده انا بقيت قايل سبع حاجات، السبع حاجات دول بيتوصلوا مع بعض ايه؟ كلهم توالي، بحيث انه اي واحد منهم يفصل يفصل المكنه، يفصل الموتور بتاعي، يفصل السخان بتاعي، لانه دي وكمان معاها ايه؟ وسائل الايقاف. انا بعمل ستوب. انا مثلا الموتور بتاع البوابه بتاعت اللي بره عندنا، الراجل الاوبريتور بيفتح البوابه، عنده حاجتين انه يوقف فيهم البوابه، يا اما انه يدوس ستوب البوابه توقف، يا اما البوابه توصل لايه؟ للليمت سويتش، نعمل ستوب للبوابه. فهنا الليمت سويتش اصبح دوره ايه؟ ستوب، حمايه وستوب، انه يوقف البوابه في نفس الوقت. فوسائل الحمايه ووسائل الايقاف كلها بتتوصل ايه؟ توالي. وطبعا عشان نشغل الدائره احنا محتاجين ايه زي ما قلنا؟ مصدر تغذيه. مصدر التغذيه احنا لما بنيجي نرسم الدائره بنرسم مصدر التغذيه يا اما خطين افقي يا اما خطين راسي. خطين الافقي بيبقى الكهرباء او مصدر التغذيه الحي فوق، والنيوترال او الزيرو او الريفرنس او زي ما احنا بنسميه باللغه الدارجه بتاعتنا الارضي، مع ان هو مش ارضي، هو اسمه ايه؟ نيوترال. لان احنا بنعزل عن دايره الباور، وقلنا بنطلع بطرفين من المحول، واحد منهم بيبقى الفولت والتاني ايه؟ ولو قلبتهم مع بعض هي نفس الكلام، لكن احنا بنستعمل النيوترال. احنا في مصر عموما معظمنا بيقفل النيوترال مع الارضي، كان الكلام ده بيعمل مشكله في بعض الاحيان، لكنه في دوائر الكنترول البسيطه مفيش مشكله. الخطين بتوعنا دول سواء كانت التغذيه اي سي او دي سي، سواء كانت 24 فولت 110 220 48، ايه هو كل دي اشكال موجوده ممكن من الكهرباء؟ يعني الاوناش هتلاقي الكنترول بتاعها كام؟ 48. هم الجماعه بتوع الاوناش اتفقوا على كده وبيشتغلوا الكنترول بتاعهم 48. هتفتح الاوناش تلاقيهم عاملين محول يدي لك ايه؟ 48 فولت بيستعملوه في الكنترول بتاعه. وتلاقي الكونتاكتورات بتاعتهم والحاجه بتاعتهم كلها شغاله بكام؟ 48. وهتلاقي عندنا بعض الشركات بتشتغل 24 فولت اي سي مش دي سي. عندنا في المصنع هنا امثله زي مكن الكواد بتاع بورتييه، هتلاقي الكهرباء بتاعه الكنترول بتاعه فيها 24 اي سي. هتلاقي عندك حاجات 110 في مكن، في 110 في 110 اي سي، وموجود كتير جدا في المصنع، وفي 220 اي سي، وفي دي سي 12 و24 و48 و220 دي سي. في 220 دي سي، بعض الحاجات بتحتاج ان هي تشتغل 220 دي سي. عندنا في المصنع هنا مثلا حاجه شغاله ب 110 دي سي، زي محطه السويتشنج اللي بره بتاعت الكهرباء الرئيسيه اللي هي محطه الميديم، شغاله بكهرباء 110 دي سي. وحده البطاريات اللي موجوده بره 110 دي سي، والمحطه نفسها ممكن تشتغل اي سي ودي سي، بس احنا حولناها في وقت من الاوقات عملناها ايه؟ دي سي عشان نستعمل البطاريات. لكن
في كل الانواع وكل الاشكال سواء اي سي او دي سي بالنسبه لموضوع التغذيه. نرجع تاني لعمليات التوصيل. زي ما عندنا وعندنا او، يعني انا بقول لك لو دست على المفتاح ده او المفتاح ده او المفتاح ده المكنه هتشتغل. انا بطلع السلم وبعدين عندي السلم في كل دور فيه ايه؟ مفتاح. كل ما بدوس مفتاح بشغل. انا طالع من شقتي عايز اشغل، اللي في الدور اللي فوق مني عايز يشغل نفس الاضاءه بتاع السلم كله، مش اللي قدامه بس، اللي في الدور الاول عايز يشغل واللي في الدور الاخير عايز يشغل. فبنحتاج ايه؟ او. طالما او يبقى هنحتاج التوصيل على توازي، زي اللي احنا عاملينه على الشمال كده. عندنا ثلاث حاجات متوصلين مع بعض على التوازي، يبقى لو اتحقق اي واحد منهم الاشاره الكهربيه هتعدي. لو اتحقق او اتحقق اثنين او اتحققوا الثلاثه الاشاره الكهربيه هتحقق على الاقل لو واحد مر. ودي بنسميها ايه؟ اور بالانجليزي، او بالمنطق بنسميها عمليه ايه؟ اور. يبقى عمليه ان اللي هي التوصيل على التوالي، عمليه اور اللي هي التوصيل على التوازي اللي احنا شايفينه. طبعا العالم الحقيقي او اللي احنا بنتعامل معاه ما فيش حاجه اسمها دائره كنترول او دائره تحكم هتبقى كلها ان، او دائره تحكم هتبقى كلها ايه؟ اور. ولكن الامور بتبقى خليط ميكس من ده ومن ده. ممكن تلاقي عمليات متداخله فيها اور وفيها ان، وفيها اور جوه اند وفيها اند جوه اور. عادي جدا كل الكلام ده، وهنشوفه وهنتعامل معاه زي اللي قدام مننا كده. احنا قدام مننا كونتاكت واحده توالي، صح؟ اللي فوق الكونتاكت دي هي هي متفرعه لكام فرعه؟ اذا الكونتاكت اللي فوق دي، النقطه اللي فوق متوصله توالي مع كام فرعه؟ مع ثلاث فرعات، صح؟ الفرعه الاولانيه فيها ثلاثه توازي، انما الثلاثه التوازي دول متوصله النتيجه بتاعتهم توالي مع النقطه اللي فوق. ها؟ والنتيجه بتاعت التوالي ده خارجه على الاثنين ريلي اللي تحت. الريلي الاولاني اللي هو من غير علامه ده رمز الريلي العادي او الكونتاكتور العادي. اللي جنب منه اللي هو فيه علامه اكس ده رمز التايمر. رمز ايه؟ التايمر. لما هنشوفه في الدوائر ده رمز التايمر، او انه يبقى المستطيل ده مقسوم نصين واحد منهم فيه حرف التي، يا اما حرف التي يا اما زي ما احنا شايفين. طب الفرعه الثانيه، الفرعه الثانيه فيها نفس النقطه اللي فوق ومتوصل معاها توالي النقطتين المتوازيتين اللي مع بعض، وبعد كده النتيجه متوصله توالي مع النقطه اللي تحت. هي دي اللي هي كي ام 3 اهي. وبعد كده دي برضو متوصله مع الاثنين دول ايه؟ توالي. وبعدين توازي، توالي، وبعدين هما الاثنين توازي. النتيجه عند النقطه دي متوصله توالي. اذا عمليات التوصيل ما بتبقاش توالي صرف او توازي صرف، ولكن بيبقى خليط حسب التصميم بتاع الدايرة اللي موجود عندنا. عايزين بناء على الكلام اللي قلناه دول نبدأ نعمل تصميم لدايرة تشغيل وإيقاف محرك ثلاثة فاز. هنعملها بطريقتين. الطريقة الأولى عايزين نعمل مفتاح تشغيل بوش بوتون ومفتاح إيقاف بوش بوتون، وعندنا يكون عليها حماية اوفرلود، حمايه للحمل زي اللي احنا شفناها هنا اللي هي اول واحده على الشمال. عايزين نعمل دايره تتحكم في تشغيل وايقاف. عندنا لو جينا نفكر كده ب الفكر اللي هو هيعتمد على المعطيات بتاعتنا. احنا عندنا ايه المعطيات بتاعتنا؟ عندنا مفتاح تشغيل ومفتاح ايقاف، وعندنا ايه كمان؟ اوفرلود. يبقى عندنا هذا مفتاح ايقاف. مفتاح الايقاف هيبقى شكله ايه؟
كلوز. وعندنا كمان مفتاح ايه؟ تشغيل. وعندنا كمان ايه؟ اوفرلود حراري. ماشي؟ دول الثلاثة اللي موجودين عندنا. وعندنا ايه كمان؟ النقطة بتاعتنا او الملف بتاعنا بتاع الكونتاكتور. ماشي؟ يبقى دي النقطة اللي احنا هنجيبها للاوفرلود، ودي النقطة بتاعت الستوب، ودي النقطة بتاعت الستوب. وعندي الخط بتاع الباور هنوصله على طول اهو على الاوفرلود. مفروض ان الكهرباء هتمشي معايا لغاية ما توصل لايه؟ للملف. والطرف بتاع الان هيبقى على ايه؟ على الطرف الان بتاع الكونتاكتور بتاعنا، او اللي هو الاي 2. هنبدا نوصل الكهرباء. لو انا مشيت كده من الاوفرلود وصلته بالستوب والكهرباء مشت عندي، هتمشي كده ولا لا؟ تمشي ان شاء الله. وهتعدي بالستوب. وهنيجي نوصل الستوب بالستارت توصيل توالي. الكهرباء لو جيت لغايه هنا ورحت موصل النقطه دي بايه واحد، لو دوست على الستارت هيحصل ايه؟ هيشتغل الموتور. شلت ايدي من على الستارت هيفصل. هيفصل. لو دوست على الستارت ورحت دايس على الستوب في نفس الوقت هيفصل. دوست على الستارت ورحت دايس على الاوفرلود هيفصل. اذا هنا تشغيل، ولكن التشغيل هنا تشغيل ايه؟ لحظي. عشان ابدا احتفظ بالحاله بتاعتي بتاعت التشغيل بنحتاج حاجه اسمها لاتش. حاجه اسمها ايه؟ لاتش، او حاجه اسمها احتفظ بالحاله بتاعت التشغيل. الايه الاشاره اللي انا بحطها تبدا تشغل الموتور؟ مفتاح الستارت. اذا الحاجه اللي انا محتاجها لابد ان هي تتوصل بالتوازي مع ايه؟ مع الستارت. ما انا عايز لما ادوس بايدي كده يشتغل، عايز حاجه تحل محل ايدي لما اشيلها. لان الستوب ما بيشغلش الموتور، والاوفرلود ما بيشغلش الموتور، والكونتاكتور مش هيشتغل لوحده. ايه الحاجه الوحيده اللي بتشغل الموتور؟ الستارت. اذا الحاجه اللي انا هضيفها لازم تكون ايه؟ توازي مع الستارت. يبقى الحاجه اللي احنا هنحطها توازي مع الستارت، ولازم تكون ايه؟ اوبن. لانها لو كلوز الموتور هيبقى شغال على طول، فلازم تكون اوبن، ولازم تدخل مع الستارت لما يدخل. طب ايه الحاجه المتغيره اللي موجوده عندي لما الستارت يدخل تدخل معايا؟ الكونتاكتور نفسه. اذا الكونتاكتور ده لو انا خدت منه نفس الشرط نقطه هنا، لو انا دوست الستارت ده يشتغل، تقوم النقطه دي ايه؟ تقفل. لو انا شلت ايدي اصبحت الكهرباء ماشيه في الخط ده، ويفضل ده شغال لغايه ما انا ادوس ايه؟ ستوب. وهنا الاعتماد على دوسه واحده، بدل ما اجيب مفتاح على وضع اون، او انه انا افضل دايس. في بعض الاحيان بيبقى مطلوب ان انا افضل دايس، وفي بعض دي بتبقى طريقه التشغيل مطلوبه كده. زي الراجل بيرفع المكنه لفوق، يفضل دايس يرفع، يفضل دايس ينزل. ما مش هقول له ان انا الا لو انا حطيت منظومه اوتوماتيك يبقى ليها حاجه تفصل لما يطلع لاقصى حاجه فوق، او حاجه تفصل لما ينزل لاقصى حاجه تحت. لكن الوضع اللي قدام مني انا ممكن اشتغل طول ما انا ضاغط يشتغل، او ان انا ممكن اشتغل بايه؟ زي ما احنا بنسميها بقى ريشه ايه؟ تعويضيه. الريشه التعويضيه دي هتعوض ايه؟ هتعوض نقطه الستارت لما تيجي. اذا هنا احنا شغلنا الكونتاكتور بتاعنا عن طريق مفتاح ستارت، ووقفناه عن طريق مفتاح ستوب، وحميناه عن طريق اوفرلود. وهكرر تاني، الناس اللي بيحطوا الاوفرلود في الحته دي غلط. الاوفرلود تتحط فين؟ في اول الباور، بعد منه الستوب. لو الاوفرلود اتداس مفيش اي باور موجوده في المنطقه دي تشتغل بره. لكن لو حضرتك حطيت الاوفرلود هنا الباور معديه لغايه عندك، انت ممكن تبقى شغال في الكونتاكتور وواحد بيجرب يدوس الستار، تلاقي الكهرباء جات لك، انت فاصل كل حاجه بس الكهرباء هنا. فالاوفرلود او القاطع بتاع الدايره بتاعت الكنترول اللي اتحط في اولها ما يتحطش فين؟
لان دوائر كتير جدا بتلاقيها في الكتب بيبقى حاطط الاوفرلود فين؟ قبل الكونتاكت. حتى لو انت حاطه تحت كونتاكتو ملوش علاقه، هو تحت كونتاكتو، بس احنا بناخد الكونتاكت في الترتيب بتاعنا نمشي بالطريقه دي. طيب الطريقه الثانيه، لو انا عايز اشغل نفس الموتور ولكن بمفتاح اون اوف، مفتاح الاون اوف هيبقى مفتاح ايه بقى؟ ثابت. المفتاح الثابت هنيجي هنا طبعا مفيش ستارت ولا ستوب، كل ده مش موجود، هيبقى مجرد ايه؟ الاوفرلود ومفتاح سيلكتور مباشر، ان انا اجيبه يمين يشتغل يقفل، اجيبه شمال يفصل. حاجه في منتهى البساطه، كلنا عندنا بنشغل حاجات كتير جدا بالطريقه دي، حاجات كتير جدا يعني ما اكثرها. الحمايه الوحيده ليها عن طريق ايه؟ طبعا الفصل هنا بيتم مانيوال، انا ما هو ده برضه مانيوال، انا بدوس ستارت وستوب ماشي. لكن هنا لو الاوفرلود راح ومازال على وضع الرن هيشتغل لوحده، مش محتاج ان انا ادوس تاني، يعني مجرد ما سبب المشكله راح يرجع تاني الباور توصل مره اخرى. ده له حاجات تناسبه وده له حاجات تناسبه، ودي الدايره الاولى اللي احنا اتكلمنا عليها عايزين نعملها، اللي هي تشغيل وايقاف موتور سواء عن طريق بوش بوتون تشغيل وايقاف او عن طريق سيلكتور. يا ريشه تعويضيه دي اللي بيسموها بعض الكتب ابقاء ذاتي يعني. اه تقريبا. عندنا المثال الثاني عندنا اللي هي بمنتهى البساطه بوابه المصنع. بوابه المصنع دي عباره عن ايه؟ موتور ثلاثة فاز، يا اما بيشتغل يمين يا اما بيشتغل شمال، عن طريق ايه؟ عندي ثلاث مفاتيح، في مفتاح ستارت يمين يفتح، في مفتاح ستارت يقفل، في مفتاح ستوب يوقف سواء كانت يمين او ايه؟ او شمال، وفي ليميت سويتش على البوابه للفتح لبره، وفي ليميت سويتش على البوابه للقفل، وفي حمايه حراريه على الموتور انه لو حصل حمل زايد يفصل. ولو انت عايز كمان تطور الموضوع شويه حط المفتاح ايمرجنسي. افترض انا واقف جنب، حصلت قبل كده جنب البوابه، الراجل بيقفل البوابه ومش واخد باله، واحد الزملاء معدي كان مهندس كبير معدي المهندس محمد عيسى، وقفل البوابه ضغطت على صدره وعملت مشكله كبيره ساعتها مع المهندس محمد. لو في مفتاح طوارئ موجود جنب البوابه هيدوس عليه يفصل البوابه سواء الجنب ده او الجنب ده. فلو انت عايز الاوبشنز تبقى فول تحط مفتاح ايمرجنسي كمان يمين ومفتاح ايمرجنسي كمان شمال، زي ما قلنا امبارح ان مفتاح الايمرجنسي يكون في المناطق بتاعت ايه؟ الخطوره اللي فيها، ويكون بارز ويكون سهل الوصول ليه ومتكرر في الاماكن، اي مكان عدت فيه ما فيش اي مشكله. والتوصيل بتاعه النهارده بقى يبقى ايه؟ كله توالي. طيب ها يبقى احنا عايزين ايه بقى؟ حد يفكر معانا كده؟ الدايره اللي قدام مننا دي نقدر نطورها ان هي تبقى الدايره الثانيه؟ الاول نفكر في الباور، الاول الباور، الباور يبقى ها الباور اهو زي ما قلنا قبل كده اهو، الباور اللي هو اللي في النص يبقى الموتور يا اما يشتغل يمين يا اما يشتغل شمال، يا اما يشتغل يمين يا اما يشتغل، ولا بد انه يكون في انترلوك. ايه بقى الانترلوك؟ عندنا في نوعين من الانترلوك للكونتاكتورات، في انترلوك ميكانيكي. ميكانيكي يعني ايه؟ يعني حاجه بيتحط الاثنين كونتاكتور جنب بعض. لا مش لازم الانترلوك، ده كونتاكتور زي ما احنا شايفين. الكونتاكتور ده انت لو دوست عليه كده بيتحرك هو معاك، هو ده التوقيت او انه يبقى اون. زي ما احنا شايفين كده في فتحه في الجنب، شايفينها معايا؟ الفتحه اللي في الجنب دي لو انا حطيت فيها حاجه معدنيه جنب كونتاكتور تاني هيتحرك؟
او الاثنين هيتحركوا مع بعض؟ لا. اذا واحد بس منهم هو اللي في حاجة بتبقى زي نظام ايه؟ لو انا ده بتبقى ده جوه ده بره. هي رافعة الشركة بتعملها بحيث انها تركب في الفتحة اللي احنا بنتكلم عليها دي. لو ده شغال التاني يمنع انه ايه؟ يشتغل. ودي بنستعملها في الحالات اللي زي كده، والحاجات اللي بيبقى فيها خطورة فعلا انه حاجة تشتغل الاثنين مع بعض. كمان في انطبلق كهرباء. هو انا لو خدت نقطة مساعدة من الكونتاكتور كلوز ووصلتها في سكة الايقاف بتاع الكونتاكتور الثاني، لو الكونتاكتور ده اون الكونتاكتور الثاني ممكن يشتغل؟ لا خلاص، ما الكهرباء مش هتعدي، عمره ما هيشتغل. حتى لو انا عايز اشغله لازم اوقف ده الاول قبل ما اشغل الثاني. وبالتالي احنا بنقدر نعمل انترلوك كهرباء وانترلوك ميكانيك. انما مشكلة الانترلوك الكهرباء ايه؟ انه لو الكونتاكتور لزق هيبقى فيه مشكلة. لو الكونتاكتور حصل انه تجاوز مرات ال لدع هيعمل مشكلة. فدي بتبقى المشكلة الوحيدة للانترلوك الكهرباء، انه لو الكونتاكتور لدع واصبح باد كونتاكت بالنسبة لي، سواء الكونتاكت نفسها او بالنسبة للكونتاكتور نفسه. ولذلك الانترلوك الميكانيكي افضل جنبا الى جنب مع الكهرباء. نيجي بقى تاني لدائرة التحكم. دائرة التحكم اللي احنا هنشوفها دي، طبعا دي دوائر التشغيل اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي، بتاعت المفتاح وبتاعت الستارت ستوب مع وجود الحماية والامرجنسي اللي موجود عندنا. نيجي بقى للدائرة اللي هي الدائرة دي فعليا هي اللي متنفذة على البوابة عندنا على الباب، هي دي اللي متنفذة عندنا على الباب بره بتاع المصنع. عندنا فيه حماية ثيرمال بريكر او سيركت بريكر، كانت الطريقة اللي انت عايز تستعمله. وبعد منه في اتنين كونتاكتور كي واحد وكي اتنين، دي دايرة ايه؟ الباور، عشان نعكس الاتجاه بتاعنا اذا كان يمين او شمال حسب الاتجاه اللي احنا اختاره. يبقى لو انا شغلت كي واحد هشتغل في اتجاه، لو انا شغلت كي اتنين هشتغل في الاتجاه الاخر. هناخد المصدر بتاعنا من ار زيرو مش من الار، ماشي؟ عشان زي ما قلنا هنعزل ما بين المصدر بتاع تغذية الباور عن تغذية الكنترول. وبعدين اول ما هنعديها هنعديها على مفتاح ايه؟ الستوب. بعد ما هنعدي على الستوب الوسائل بتاعته هو والاوفرلود سيريز مع بعض هيعملوا توقيف. هي مش موجودة في الرسمة بس هما متوصلين سيريز مع بعض. فالستوب والاوفرلود الاثنين هيبقوا في اول الدائرة يعملوا ايه؟ ستوب. طيب بعد كده هنتفرع لفرعتين، الفرعة بتاعت التشغيل للامام والفرعة بتاعت التشغيل للخلف. كل واحدة ليها مفتاح، وده كان من المعطيات بتاعتنا ان كل واحدة ليها مفتاح. بعد المفتاح هتلاقي دائرة التشغيل هي نفسها دائرة تشغيل الموتور العادي اللي احنا عملناه. ايه بقى اللي بيوقف الموتور في اللحية دي؟ لو قلنا هنشتغل للامام، ما احنا هنشغله بالبوش بوتن بتاع الستارت، وهياخد الريشة التعويضية من نفس الكونتاكتور بتاعه. ايه بقى اللي يوقفه؟ ان الكونتاكتور الثاني يكون شغال اللي هو الكي 2 اهو. اذا الكي 2 هيمنع التشغيل اصلا. ايه بعد كده تاني؟ انه الليمت سويتش لو وصل له يقوم يعمل ستوب للموتور. الناحية التانية برضو ليها المفتاح بتاع التشغيل بتاعها اللي موجود عندنا اللي هو البوش بوتن رقم كام؟ 3. البوش بوتن رقم 3 لو انا ضغطت بيه هيقوم يلقط السكة دي، بشرط ايه؟ انه ما يكونش الليمت سويتش وصلت ليه، او انه يكون الكونتاكتور التاني ايه؟ شغال. وعندنا كمان يكون لو حصل انه اشتغل هتلقط الريشة التعويضية بتاعتي، يفضل كي 2 اون لغاية امتى؟ يا اما يوصل ليميت سويتش يا اما ادوس على الستوب. ها عندنا جزء مهم جدا في الكلام اللي احنا عاملينه ده النهارده، اللي هو انا كاتبه في النقطه الاخيره، اللي هو استخدام
الأسلاك المناسبة للتوصيل. احنا لما بنيجي نشتغل بعض الناس ما بيفرقش معاها لا لون ولا مقطع سلك ولا التركيب بتاع السلك ولا الكلام ده كله، لا يجب انه يفرق معانا. وطبعا انا هفسح المجال بقى، هقول كلمتين وهفسح المجال لمهندس حامد يدينا فكرة بسيطة، لكن انا هتكلم من وجهة نظري الاول كراجل بتاع كنترول. خلينا نتكلم الاول في الكالر كود. ايه ده، هو في كود للالوان واحنا بنشتغل في دوائر الكنترول؟ اه طبعا في كود للالوان واحنا بنشتغل في دوائر الكنترول. يعني معظم الناس اللي بتشتغل على مستوى العالم في حاجة قياسية انه احنا غير الكود بتاع نقل الكهرباء للاطراف الخارجية، انا بتكلم جوه اللوحة. جوه اللوحة الاطراف بتاعت الباور بتاخد اللون الاسود، بتاخد اللون الاسود. الاطراف بتاعت ايه؟ الباور بتاخد اللون الاسود، والتوصيلات داخل اللوحه بتاعه الكنترول والباور كلها يفضل ان لم يكن ينص على انها تكون كلها فليكسبل، مش ريجيد، مش مجدول، لا مجدول ولا ريجيد، وانما تكون ايه؟ فليكسبل، مش ستراند ولا ريجيد، تكون فليكسبل سواء للباور سواء للكنترول. دي تاني حاجة. كمان الألوان بقى بتاعت الكنترول، لما بنيجي نشتغل كنترول اي سي، اولا احنا كنترول مفيش امبير عالج، فما لقيش واحد بيعمل كنترول الاقيه حاطط لي مثلا سلك 2.5 ملي، موصل لسلك 2.5 ملي وجاي يربطه على الانبوت مثلا بتاع بي ال سي، مفيش مكان اصلا بالكلام ده. يعني هي متصممة على نص ملي واحد ملي او بالكتير يعني، لكن دوائر الكنترول كحاجة اقتصادية ومكان في اللوحة، انت تقدر تحط الاسلاك داخل الضغط وتقفل عليه وتحزمه لو هو مرن، فكل الاسلاك بتاعت الكنترول تكون فليكسبل. الدي سي بياخد اللون الازرق، بياخد اللون الازرق. الاي سي بياخد اللون الاحمر. لو انت هتدي كونتاكت من مكنه لمكنه، انا عندي المكنه بتاعتي بدي احمد عامل لوحه وانا عامل لوحه، فانا هدي كونتاكت من عندي للمكنه بتاع اللوحه بتاعت احمد عشان يعدي فيها كهرباء، الكهرباء اللي جايه من عنده مش مسؤوليتي، لكن مسؤوليه مين؟ هو اللي بيطلع الكهرباء هياخدها، انا بدي له كونتاكت، انا مسؤول عن الكونتاكت، يكون السلك بتاعها برتقالي. ولذلك هتبص جوه اللوحات بتاعتنا اللي جايه خصوصا من الدول الاوروبيه، هتلاقي كنترول او دوائر اللوحات هتلاقي فيها الكلام ده، هتلاقي فيه الاسود باور من عند نص ملي لغايه 300 ملي، الاسود هتلاقيه باور تصميم بايت، تصميم لوحه مثلا، وانت بتعمل الوايرنج بتاع لوحه، الازرق هتلاقي للكنترول بتاع الدي سي، والامبير ما بيبقاش عالي، بيبقى بالملي امبير، حاجات بسيطه جدا. فما فيش داعي ان احنا نزود قوي في الكوست بتاعت الكابلات والاسلاك، كافي جدا ان احنا نستعمل سلك نص ملي، ماشي؟ مش بخل، ليس من البخل انه انا استعمل الحاجه بحقها، ده مفهوم خطا، انه انا لما بستعمل حاجه يعني هو ما فيش اشاره اصلا عاليه، وبعدين ما فيش مسافات، انا اقلق من نص ملي لو انا همشي كابل 3 4 كيلو، لكن ده 40 سنتي 60 سنتي متر مترين 5 متر، كل ده ما يلقنيش في حاجه اطلاقا في اشاره الكنترول اللي موجوده عندي. الاي سي نفس الكلام بالظبط، ولكن السلك لونه احمر. بي بي سي انت مش محتاج، طالما انه ما فيش امبير عالي اذا ما فيش توليد حراره، لا انت محتاج اكس ال بي اي ولا محتاج بولي اس بي، مش محتاج الكلام ده كله، انت محتاج، ومش هقول لك انه اقل جريد، لا مش اقل جريد ولا حاجه، لا هناخد بي بي سي بكفاءه محترمه زي اللي احنا بنعملها 70 درجه، مش عايزين حاجه اعلى ولا حاجه، عشان خاطر احنا ظروف التشغيل المعتاده بتاعتنا ماكسيموم 45 درجه، يبقى لو قلنا السيفتي بتاعتنا هنوصل ل 70 درجه اوكي بالنسبه لنا، مش عايز اكتر من كده. فهنستعمل، يا ريت كلنا نستعمل هذا الكود بتاع التوصيل، وهناخد بالنا انه الحاجات بقى اللي بتتوصل بره لها اكواد اخرى،
يعني كود الكلر اللي انا بنقل بيه الباور للموتور هو ليه بيديني الكلر كود او الترقيم؟ عشان اسهل. لكن انا وانا بستعمل داخل اللوحه انا ما بستعملش سلك مترقم، انا بحط الارقام على السلك. ماشي، انا اللي بحط الارقام على السلك. فموضوع الترقام الارقام والترمينيشن يا ريت ما نبخلش بحته الترميله اللي احنا بنحطها على السلك عشان ما نعملش مشاكل. لو قلنا السلكه تبقى متوصله طالع منها خمس ست شنبات على الجنب تعمل لي مصيبه، تقطم مني وانا شغال. لكن لو حطيتها جوه الترميله مش هتقطم، هتفضل موصله تفكها وتوصلها 500 مره ولا اي مشكله. لكن لو حطيت السلكه الوحيده كل ما تيجي توصل لازم تقصف وتبرم، قصف وابرم وقشر كل مره تعمل. فتوفير في المجهود، توفير في النفقات، الحاجات الخارجيه هتلاقي فيه اكواد كتير بقى، ريد يلو بلو بلاك، هتلاقي فيه الوان تانية جرين وبراون في اشكال كتير. السنسورز اللي احنا بنشتغل معاها البروكسيميتي او غيره هتلاقي الكود بتاع الالوان بتاعها مثلا ازرق بني اسود ابيض. فهتلاقي فيه حاجات في السوق موجوده لكن ده خارج الايه؟ اللوحه بتاعتك. انما انت هتطلع اللوحه بتاعتك بقى تبقى عامله زي قوس قزح، ما ينفعش. اللوحه بتاعتنا الالوان بتاعتها الستاندرد معروفه 1 2 3 4. لو انت بصيت لكل اللوحات اللي موجوده اللي جايه من شرق الارض ومن غربها هتلاقيها معموله بنفس الطريقه.